انا هستناه لما يقوم ويبقى في موقف قوه واقدر اقف قصاده تاني، لانه دلوقتي هو في موقف ضعف. انت تصدق برضو نعمل كده؟ اخرج لها انجح مسلسلين في مسيرتها الفنيه، وتعاون ما بينهم قلب بخناقه وتعدي بالضرب وشتيمه بالفاظ خارجه وتهديدات وصلت للمحاضر والاعصام، وقطيعه ما بينهم استمرت لسنين. فيا ترى الصلح ما بينهم قرب ولا لسه؟ معروف عن الفنانه غاده عبد الرازق انها الست القويه اللي ما بتسيبش حقها، ومعروف عن المخرج محمد سامي عصبيته اللي بيتعامل بيها مع الفنانين اللي بيشتغلوا معاه. فتخيل ممكن يحصل ايه لما الاتنين دول يجتمعوا مع بعض وفي عمل واحد. فالتفاهم والصداقه اللي ما بينهم ممكن تتقلب في ثانيه لعداوه وخناقات، وده اللي حصل بالظبط مع غاده ومحمد سامي. الا الخلافات والقطيعه ما بينهم استمرت لسنين. فيا ترى كان ايه سبب خلافاتهم، وهل ممكن يتصالحوا الفتره اللي جايه؟ التعاون بين غاده عبد الرازق والمخرج محمد سامي بدا من مسلسل مع سبق الاصرار، واللي حقق نجاح كبير جدا مستمر لحد اللحظه دي، ده اللي خلاهم يقرروا تعاونهم مرة تانية في مسلسل حكاية حياة في 2013. المرة دي قررت غادة تشارك في الانتاج وكمان البطلة بتاعته، اما محمد سامي فهيكون المخرج. لكن اثناء التصوير حصل مشاكل كتير بين محمد سامي وغادة بسبب تعديه المستمر بالفاظ خارجة على اللي بيشتغلوا في اللوكيشن، وحصلت خناقة بين غادة ومحمد سامي كبيرة في اللوكيشن، واتهمته غادة انه تعدى عليها بالضرب وكمان بالفاظ خارجة وخدشها للحياء قدام كل الموجودين في اللوكيشن. خناقة غادة ومحمد سامي ما وقفتش لحد كده، فكمان محمد سامي اتهم غادة عبد الرازق انها بعتت له بلطجية ضربوه في بيته وهددوه انهم ممكن يخطفوا ولاده كمان. ووصلت الخلافات ما بينهم لمحاضر عملوها لبعض في الاسم واتهامات بمحاضر رسمية، لحد ما نقابة المهن التمثيلية اتدخلت وطلبت منهم ينهوا الخلافات ويكملوا تصوير المسلسل، خاصة انهم كانوا خلصوا جزء كبير منه علشان يقدروا يحافظوا على حقوق المنتجين والممثلين. وفعلا كملوا المسلسل وحقق نجاح كبير، لكن من وقتها والتعاون ما بينهم وقف والقطيعة بينهم استمرت لسنين. بعد الخلاف اللي استمر ما بينهم سنين، حاول المقربين منهم انهم يصالحوهم على بعض، لكن كل واحد فيهم كان رافض. ولما اتسالت غاده اكتر من مره عن رد فعلها قالت انا رديت قبل كده وما ينفعش ارد مره تانية، لانها تبقى تاني مره استخدم منطقه ضعفه واقوم ارد. انا ليا حق الرد مره واحده، لو رديت تاني هتبقى قله ادب مني، لانه دلوقتي هو في موقف ضعف، انا هستناه لما يقوم ويبقى في موقف قوه واقدر اقف تاني قصاده ساعتها، لكن مش هبقى سكينه لما يجي يقع وانا مخسرتوش. لو اتصالحنا هنتصالح على المستوى الشخصي بس، لو شفته في حته وهو معدي مش هروح اسلم عليه بايديا، هقول له سلام عليكم ومش هستنى يرد عليا، ومش هتوصل بيا اني اروح اعتذر له ابدا، لاني مش ندمانه على اللي عملته، لكن بحاول اكون دبلوماسيه. ووقتها فعلا كان محمد سامي شغله كله كان واقف بسبب خلافاته مع شركه المتحده، وعشان كده رفضت غاده انها تتكلم في موضوع خلافهم مره تانية. اما محمد سامي فهو كمان رد لما اتسال عن خلافاته مع غاده عبد الرازق وامكانيه انهم ممكن يرجعوا يتصالحوا بعد كل اللي حصل ما بينهم. فرد محمد سامي وقال عيب من عيوب شخصيتي اني بغضب بسرعه، فمهما كان اللي قدامي مقصر انا اللي بشيل الغلط بسبب غضبي. المشكله مع غاده عبد الرازق طولت لان كان في تعدي على بيتي، والبيت ده دخلته وكلنا عيش وملح سوا، وفي حرمات بيت ما ينفعش التعدي عليها، العلاقه ما عدتش ولا هتعود، ومهما اختلفنا فاختلفنا في الشغل وما ينفعش بعدها نتكلم على بعض. ولحد دلوقتي الخلاف ما بين محمد سامي وغاده عبد الرازق لسه مستمر، وما قرروش يتصالحوا بعد اللي حصل ما بينهم. فيا ترى ممكن المنتجين يقدروا يصالحوهم على بعض ويرجعوا يشتغلوا سوا، ولا الخلافات والقطيعة هتفضل مستمرة ما بينهم؟ هنشوف.